يعتبر الخط العربي فنا تقليديا عريقا يمتاز بأناقته وجماليته يتميز الخط العربي بأنه يتم كتابته من اليمين إلى اليسار وباستخدام الأدوات الخاصة به مثل القلم والحبر والورق يعتبر الخط العربي جزءا أساسيا من الثقافة العربية ويعتبر أحد أهم العناصر التي تميزها عن غيرها من الثقافات تعود أصول الخطال العربي إلى القرن السادس الميلادي وقد تطور على مر السنين ليصبح ما هو عليه الآن من فنون الخطي تميز الخط العربي بأنه يحتوي على عدة أنماط مختلفة مثل الخطال الكوفيو والثلثون النسخ وغيرها وكل نمط لها قواعد وخصائص خاصة به بيتطلب تعلم الخط العربي مهارة وتدريبا دقيقا حيث يجب على الفنان أن يتقن الحركات الدقيقة والتفاصيل الدقيقة للحروف والكلمات. كما يجب على الفنان أن يكون لديه إحساس فني وذوق رفيع لتحقيق الجمالية المطلوبة في الخط العربي. يستخدم الخط العربي في العديد من المجالات مثل الكتابة الدينية والفنية والتصميم وغيرها. كما يعتبر الخط العربي وسيلة للتعبير عن الثقافة العربية وتراثها الغني. باختصار الخط العربي هو فن تقليدي جميل يحتاج الى مهاره وتدريب واحساس فني لتحقيق الجماليه المطلوبه وهو جزء لا يتجزا من الثقافه العربيه ويعكس تراثها الغني والمتنوع